اهلا بحضراتكم في من جديد. في البدايه طبعا برحب بالرياضيه الاعظم في تاريخ مصر، صاحبه الست ميداليات بارالمبيه ابتداء من سنه 2000 حتى 2020، 4 ذهب و2 فضه. برحب بالاسطوره الكبيره فاطمه عمر، اهلا بيكي. ربنا يخليك كابتن عيسى، وانا سعيده ان انا معاك النهارده، ويمكن انت اول حد اطلع معاه من بعد الاعتزال. انا بشكرك، وطبعا يعني انا عرفت ان حبيتي يبقى المحطه الاولى ليكي اعلاميا هي في قناه النادي الاهلي وبرنامج الابطال. اكيد ده شرف كبير لينا، وده ايماننا بيكي دايما موجود، والجميل بقى ان انت ايمانك بينا بقى هو اللي موجود المره. اكيد طبعا قناه الاهلي قناه كبيره جدا، الناس كلها تفتخر ان هي تكون موجوده ضيفه فيها. ومن برنامج حضرتك بحب طبعا اهني كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن على توليهم اداره تدريب المنتخب، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان هم يكونوا على قدر المسؤوليه ويحققوا الانجازات الكبيره اللي مصر بعيد عنها بقى لها فتره. طبعا اكيد احنا بنشكرك، وروح طيبه جدا انت حتى مش ناسيه منتخب مصر كره القدم، واكيد بنتمنى لهم كل التوفيق في المهمه القادمه ان شاء الله. أكيد. كابتن، قرار اعتزالك، يعني احنا محتاجين نعرف ايه اسباب وليه قررت الاعتزال بعد مشوار طويل، 6 ميداليات اولمبيه منهم 4 ذهب و2 فضه، يعني دوافع القرار او اسباب القرار ايه؟ والله انا مش عايزه اخش في تفاصيل، ولكن هو القرار جه بعد ما في اصابه حصلت شهر 8 اللي فات، وللاسف انا يعني هو للاسف احنا اتاخرنا على ان انا اكمل علاج فيها او اتعالج كويس، فبصيت لقيت الوقت خلاص اذف بيا وما كانش هينفع ان انا اكمل لغايه باريس، فحبيت ان اطلع وانا شكلي كويس يعني. طيب، وهو هل يعني انت حبيتي تخرجي من الباب الكبير، يعني حبيتي حتى لما تيجي يعني تعتزلي اللعب تكوني خارجه من الباب الكبير، صح كده؟ اكيد ما فيش رياضي بيحب يعني ينهي مسيرته الرياضيه وهو مهزوم او هو خارج الناس، اخر حاجه الناس فاكراها له ان هو اتهزم او كده. ففكرت كتير قبل ما اعتزل، يعني فكرت حبه كتير لغايه ما وصلت للقرار، خصوصا ان انا الحمد لله لما خدت القرار كنت احسن رياضيه في 23 طبعا، وحصلت على جائزه فاطمه بنت مبارك في ابو ظبي في احسن لعيبه عربيه، والحمد لله برضو يعني اعتزلت وانا اول افريقيا، وده كان هنا في مصر، واعتزلت وانا اول جمهوريه. فطبعا ما فيش حد يتمنى ان هو يعني يبعد عن الحاجه الحلوه دي يعتزل بيها يعني. صح، قرار يعني يمكن بنحترم توقيته، واكيد احنا بندعمك في كل الاحوال وفي كل القرارات. حضرتك قلت حته مهمه جدا، انا اخرج من الباب الكبير، وان انا اخرج وانا اخر حاجه ليا كانت ميداليه اولمبيه يعني كبيره في ميداليه اولمبيه في 2020، والنهارده 6 ميداليات، فعندك تاريخ كبير جدا وتاريخ عريض، والكثير اجمع ان انت بالاداء بالنتائج انت افضل رياضيه على مدار التاريخ رياضيه مصريه طبعا، وخاصة ان انت تحديتي امور كتيره يا كابتن، تحديتي الاعاقه، تحديتي الظروف طبعا اكيد ان انت ام وليكي اولاد وبيت، تحديتي المنافسه الخارجيه بقى النهارده دول كبرى بتدعم لاعبتها وابطالها بملايين، ومصر طبعا اكيد دعمتك على قدر استطاعتها وانت ما خذلتيش مصر. خليني ارجع بقى اتكلم عن تاريخ، خلينا نحتفل النهارده بتاريخ كبير انت حققتيه. هنبتدي بسنه 2000، خلينا بلاش نبتدي الاول، ليه رفع الاثقال؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلانا منذ البدايه قبل سنه 2000 اللي خلانا نخش اصلا رفع الاثقال؟ اللي خلانا نخش رفع اثقال زي ما حضرتك قلت كده، ان انا كان عندي هدف ان انا اكون اعظم امراه في العالم، وده الحمد لله حصل. يمكن انا مش الحمد لله مش اعظم رياضيه في مصر بس، بل بالعالم، ان الحمد لله ما حدش يعني حقق 6 ميداليات. صحيح. غير الحمد لله انا. صحيح. فانا من بدايتي طبعا الحمد لله ربنا من عليا بشلل الاطفال، ودايما بقول ربنا من عليا، لان لو ما كانش عندي الموضوع ده انا ما كنتش هبقى بطله النهارده. صح. فلما ربنا من عليا بيها، يعني ان كان الوقت ده الناس كلها عندها ما عندهاش ثقافه ازاي التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه، وكانوا دايما بيعاملوهم بشفقه وعطف وحاجات كده، يعني ممكن بتجرح الانسان ذوي الاحتياجات الخاصه شديد قوي، يعني بتجرحه جامد يعني. بالظبط. فانا ما كنتش حابه النظره دي، ومش حابه الناس تبص لي كده، ومش حابه ان انا دايما هم شايفين ان انا يعني انا اللي اعتمد عليهم مش هم يعتمدوا عليا. فكنت نفسي ان انا اغيرها واغير النظره دي يعني عند المجتمع كله، واقول لهم لا، ان ذوي الاحتياجات الخاصه ده انسان عادي زي خالص، زيه زي اي حد، هو بالعكس هو بس يعني ربنا اخذ منه حاجه بس اداله حاجات تانيه كتير. يعني انا كنت اقوى من اخواتي، يعني انا ما شاء الله، يعني انا كنت اعمل حاجات اخواتي ما بيعرفوش يعملوها. انت عملتي حاجات العالم كله ما عملهاش، ده اللي بياخد ميداليه اولمبيه ما بيعرفش نكلمه، ما بيردش علينا. النهارده 6 ميداليات اولمبيه انت واخداها
يعني ومنتهى التواضع ومنتهى يعني الجمال في الكلام والثقافة. ربنا يكرمك، ربنا اتفضلي يا يخليك كابتن. يا كابتن هيثم يا رب. ففكرت مع نفسي كتير انا ازاي اغير النظرة دي، وازاي اخلي الناس تتعامل مع اللي عنده حالة خاصة ان هو يتعامل معاه صح. ايه كان ان انا اعمله عشان اغير النظرة دي؟ يعني كتير من ذوي الاحتياجات الخاصة بيتعلموا بيشتغلوا ولكن ما غيروش ثقافة. نعم، اللي غير ثقافة لازم تكون معروف. طب انت هتتعرف النهاردة ازاي؟ غير يا اما عن طريق الرياضة، يا اما عن طريق بقى تعمل حاجة خرافية بقى محدش عارفها. بالضبط. فانا فضلت ان انا العب رياضة، ولما جيت اختار رياضة يعني اخترت رفع اثقال عشان هتبقى مختلفة. برافو، صح. لان فتاه مصريه تلعب رفع اثقال وتتميز فيها هتبقى فعلا حاجه ملفته بالظبط وهتحقق لك الهدف اللي انت كنت بالظبط، عايزاه. عشان يوم ما هتعرف، يوم ما يعني الناس كلها هتعرفني، يوم ما كل اقدر اثبت كلامي للناس كلها. نعم، انا بنت ذوي احتياجات خاصة، ميزاني 29 39 كيلو، وقدرت ان انا اتحدى المستحيل، وقدرت ان انا العب رياضة الرجال ما بيقدروش عليها. صحيح. كنت اول من اول الجيل اللي لعب رفع اثقال، من اول من اسسوا رفع اثقال في مصر من البنات. نجحت الحمد لله من اول بطولة بعد 15 يوم تدريب، وحصلت على ميدالية ذهبية في بطولة الجمهورية. طب رحت اتمرنت فين يا كابتن؟ يعني بدأت تتمرني فين؟ يعني عشان تحققي حلمك ده شفت فين رفع الأثقال ورحت له ازاي؟ المهم جدا الخطوة الأولى. انا كنت بتعالج في معهد شلل الاطفال، لان اي حد كان عنده شلل اطفال كان بيروح كان المعهد معهد شلل يتعالج الأطفال. فيه، بالظبط. ولقيت ان في ناس بتتمرن جوه وفي ملعب جوه في النادي في المعهد فعلا. نفسه. فسالتهم انتوا يعني بتعملوا ايه وبتلعبوا ايه؟ فقالوا لنا ان احنا في نادي تابع لينا اسمه نادي شلل الاطفال، هو دلوقتي اسمه نادي ياسمينة، ده خاص بذوي الاحتياجات الخاصه، ممتاز. عندهم العاب كتير ممكن حضرتك انك تروحي وتشوفي وايه اللي يناسبك وكده يعني. كانوا قريب من البيت؟ لا ما كانش، خالص كان بعيد. خالص، طب حلو. انا ساكنه في حلمية الزيتون والنادي كان في امبابه، مشوار كنت وانا كنت بتروحي؟ لا افقه شيء، يعني كانوا يعني اسرتي بتخاف عليا جدا، ما كنتش بخرج ولا بروح ولا باجي ولا بعمل اي حاجه. فبالفعل عديت الطريق بين المعهد وبين النادي، تعديت الطريق ودخلت واتفرجت، وقابلني كابتن ايمن محمد علي وقال لي انت جايه بتعملي ايه؟ قلت له انا عايزه العب رفع اثقال. فبص لي وقال لي ازاي هتلعبي ده انت قليلة جدا. يعني البار اتقل منك. فقعدت اتحايل عليه واقول له جربني وكده، كان ولو في ما بنات نفعتش بتمرنوا ولا ما كانش؟ كان في بنتين بس هم اللي كانوا كانوا بيتمرنوا، قدامك. كانت كابتن فاتن حجازي وكابتن حنان فؤاد، دولت كانوا فاكراهم؟ طبعا دول هم اول حد لعب بطولة افريقية، انا جيت وراهم على طول. وقلت له جربني وألحيت عليه ان هو يجربني، وبالفعل جربني وعملت 55 كيلو في اول ماسكت بار، فاكرة سنة كام؟ كانت سنة 94. يا خبر أبيض، ما شاء الله. كان عندك كام سنة ساعتها يا كان كابتن عندي تقريبا؟ حوالي 19 بس سنة. كان عندك إرادة، يعني حتى ابتديتي متأخر توصلي 19 سنة وتشيلي البار، تعملي 55 كيلو من أول رفعة بار. هو في الوقت هو ده أكيد اتصدم. اتصدم فعلا، اتصدم وبص لي بصة إعجاب شديدة جدا وقال لي انت مش هسيبك، انت برافو، قريب جدا هتبقي حاجة كبيرة، خليكي ما شاء معايا الله. وهوصلك للعالمية. والحمد لله فضلت معاه اكتر من سنتين يعني العب بطولات الجمهوريه وكاس مصر وكده. وجيت الصدمه الكبرى ان مفيش منتخب بنات هيتعمل لمصر او للعالم كله، مش هيبقى فيه منتخب بنات رفع اثقال. يا خبر ابيض، ده كان قرار طبعا، انا لما سمعت القرار ده قعدت في البيت، زعلتي زعلت وقعدت طبعا، في البيت، ما رضيتش اكمل، حلمك وقف. ما رضيتش اكمل، مع ان كان في العاب تانية حل. ممكن اروح فيها، وممكن بس انت حاسه نفسك في رفع الاثقال، انا عايزه دي، انا عايزه دي. حابه اللعبه دي عشان حاسه لو نجحت فيها بجد يعني انا هكون ثبت العالم كله، مفيش حاجه اسمها اعاقه. ما شاء الله، ما شاء الله. وبعد سنه او سنه ونص لقيته بيكلمني وبيقول لي تعالي لي عشان هيعملوا منتخب والمدير الفني بيدور عليكي. كان دكتور علي السعداني ربنا يديله الصحه. ربنا يديله الصحة. وبالفعل اول ما خدني ورحنا عند باب المركز الاولمبي قال لي انسي كابتن ايمن، انسي تدريبي، انسي اي حاجه انا قلتها لك من باب ده، انت تبع الراجل اللي جوه ده اللي يقول لك عليه تعمل ايه. ما شاء وكانت الله. الانطلاقه من هنا سنه 97. وأول ميدالية. طب 97، إحنا أول ميدالية بنتكلم 2000 لا صح؟ انا 97 كانت اول بطوله دوليه، كانت اوروبا المفتوحه في سلوفاكيا، دي كانت اول بطوله للبنات، عملت فيها إيه؟ عملت فيها ميداليه ذهبيه. على طول يعني من اول مشوار كان كاتك الله اكبر صاروخ. الاتحاد الدولي كان عامل رقم مهمي كده 67 لوزني، كان وزني 44، عملت 80 كيلو.
الله اكبر، كسرت الرقم. كسرت الرقم الله أكبر. وكنت البنت الوحيده في البطوله اللي عملت تحليل دوبينج منشطات، علشان ما كانوا يعني كانوا شاكين ان انت بتاخدي دوبينج بتاخدي منشطات، مش طبيعي ان حد يعمل كده. لان انا كنت وزن 41 كيلو تشيله ضعف وزنك. الله اكبر. حاجه بص انا عايز اقول لك ان انا والله انا جسمي بيبقى اشعر انت بتحكي كده، لان فعلا يعني لا لا انت بتتكلمي، انت كوكب تاني، انت عايشه في كوكب تاني. تحدي واراده وان انت توصلي لده. انا مش عايز اقطعك، خلينا نكمل. خدنا اول بطوله 97 98 كانت بطوله العالم في دبي، ودي كانت اول بطوله عالم للسيدات، والحمد لله برضه حصلت فيها على الميداليه الذهبيه وكسرت الرقم العالمي 4 مرات. مين اللي انت جيتي عليه كان بطل عالم بيكسب ساعتها او بطله عالم؟ ما كانش فيه بنات، لان طبعا زي ما لسه قلت لحضرتك كانت هي كابتن فاتن حجازي، كانت هي لعبت بطوله واحده في ستوكمان ديفيلت اعتقد، ولكن انا جيت على جيل كبير جدا من الولاد. نعم. منهم كابتن احمد جمعه الله يرحمه، اسطوره رفع الاثقال، الله يرحمه، ده يعني توفاه الله وهو كان عامل 5 ميداليات، ما شاء الله، 3 ذهب و2 فضه. وكان في طبعا كابتن مصطفى دلوم، كابتن عبد المنعم صلاح، كابتن شيف الحسيني، دول يعني انا مش عايزه انسى حد، بس طبعا انا دخلت عليهم هم كانوا عمالقه اللعبه. طيب طبعا مش هقدر انسى الاسطوره سعيد عبد الحافظ، ده هو اول راجل طبعًا مصري لعب رفع اثقال في مصر. طبعا طبعا كلنا عارفينه. طيب وصلنا لاول اولمبياد ليكي 2000، فاكره ايه ملابساتها، ايه اللي حصل، رحت ازاي، هل كانوا كان ساعتها في ذلك الوقت كانوا متوقعين لك ميداليه ذهب ولا لا؟ انت يعني عايز فوق البرنامج برنامج. ايوه انا عايز امشي واحده واحده، مش هنعدي 6 ميداليات دول هناخد حقنا فيهم كويس قوي. في سيدني كان ليها برضه ظروف خاصه، سيدني كان بقى الحلم الكبير، انا ثبتت لاسرتي والشارع والجيران والمصر، بس عايز اثبت للعالم، عايز اثبت بقى للعالم، دي اول دوره اولمبيه، يعني انا كده هوصل بقى مفهومي للعالم كله. وحلمك اللي انت ابتديتي عشانه بالظبط، ان انا اوصل صوره ان اصحاب الهمم او اصحاب الاعقاد بني ادم طبيعي، بالعكس ده ممكن يمثل بلده احسن من الاسوياء. انا نسيت طبعا كابتن عماد بهجت، طبعا كابتن عماد من مؤسسين رفع اثقال، وانا افتكرته عشان هو قال لي كلمه واحنا في طابور العرض بتاع سيدني وقال لي إيه؟ اللي ما مشيش في طابور عرض ما حضرش اولمبياد. شرف كبير جدا. فقبل سيدني ب6 شهور بالظبط، طبعا انا كنت بتمرن تمرين من النار عايزه اوصل لحلمي. قبل سيدني حصل لي حادث كبير، حادث سير، ورجلي يعني الفخذ اتقطم وحطيت شريحه ومسامير، وقالوا ما استحاله هتقوم قبل 6 شهور. حادث سير تاني حصل لك ده وفي نفس الرجل قبل سيدني ب6 شهور او 7 شهور بالكتير. يعني ايه يا جماعه ده؟ طبعا انا عايزه اقول لك على حاجه وما قلتلهاش لحد قبل كده، يعني انا وانا بنزل من فوق، انا طرت حوالي 15 متر وانا بنزل من فوق، هتضحك عليا لو قلت لك تفكيري كله ان انا يعني انا خلاص حسيت ان انا صاحيه، انا ما متش، ولكن وانا نازله بفكر ان انا ازاي ما اقعش على ايدي عشان ايدي ما يحصل لهاش حاجه عشان اعرف العب البطوله. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض يا جماعه، شوفي حلمك عايش معاكي حتى في اسوأ اللحظات تمر بيها. والله مش عايزه تقع على ايدك، بتعديل جسمك مش مشكله كده. ويمكن ده ضعف الاصابه، ان انت ممكن تكوني نزلت على رجلك، لو كنت نزلت على ايدك كنت ممكن تسندي شويه بالظبط، فكان ممكن يبقى اصابه في الايد، بس مش تهتك في ويمكن الفخذ. اول ما نزلت قعدت اعمل كده لحد ما لقيت ايدي كويسه، فبدات اطمن بدور على رجلي بقى، لقيتها مش موجوده. لا حول ولا قوه الا بالله. فطبعا الدكاتره قالوا ان استحاله ان هي تتحرك قبل 6 شهور، ان العمليه كبيره، وكانوا واخدين كمان عظمه من عظمه الحوض. فانا بلعب طبعا بنص اللي فوق وطبعا بترس بنص اللي تحت طبعاً. فكان لازم يكون عامل مساعد معايا. بدات احس ان الحلم اتسرب ما بين ايديا. بعد 15 يوم جالي دكتور علي السعدني، وطبعا راجل ليه فضل عليا كبير، وقال لي انت هتروحي المعسكر، هبعت لك عربيه وهتروحي المعسكر. قلت له يا دكتور ده انا ما بقومش من السرير، اروح ازاي؟ قال لي عندك حلم وانا حلمي معاكي وهنحققه احنا الاثنين، عارف ان ارادتك قويه وعارف ان انت هتقدري وعارف ان انت نفسك في الميداليه دي تتعمل فيلم. انا عايز اقول لك، انا بقول يا جماعه لصناع السينما على الهوا، انا بقول لصناع السينما على الهوا يا جماعه، حياه فاطمه عمر لازم تتعمل فيلم بجد. باللي انا بسمعه ده احنا في مصر محظوظين ان احنا عندنا بطله زي دي، والله يتعمل فيلم، ومش فيلم ده يتعمل، يعني كل ميداليه اولمبيه دي تتعمل مسلسل، تتعمل يعني بارت، يعني جزء من الاجزاء. اتفضل يا كابتن.
رحت وبالفعل لعبتي بعت لي بعد العربية العملية؟ وشالوني ورحت المعسكر، وكان بترافقني زميلتي جيهان جلال. يعني هو الكابتن قال لي اختاري حد من زمايلك يقعد معاكي عشان يقدر يساعدك وكده. وبدأت أنزل أول تمرين، ومش قادرة أقول لك بقى على كمية الألم اللي أنا كنت بحس طبعا بيها. طبعا كنت طبعا. كل محاولة بقوم ودموع على خدي، لا إله إلا الله. وأقول له مش قادرة، يقول لي هتقدري، ويشدني من إيدي يقومني ويقعدني وكل ده. بدأت تمرين قبل البطولة بقد إيه؟ بدأت أنا أصلا ما قعدتش 15 يوم بعد الحادث ورحت المعسكر وأنت عاملة وأنا العملية؟ عاملة العملية، لا كانت إله إلا تقريبا الله. الغرز لسه ما قفلتش يعني. إيه التحدي ده وإيه الإرادة دي يا جماعة؟ والحمد لله يعني اتمرنت وسافرت، وفضل ربنا عليا كان كبير جدا. عملت أول ميدالية، ويمكن أنا البنت الوحيدة في سيدني اللي عملت ميدالية دهب في ما شاء مصر. الله. مش ساعتها كان معاكي كام منافسين؟ كانوا كام كان لاعيبة؟ كتير اه كانوا كتير. كتير، احنا في الأولمبياد بنوصل لحد أحسن 8 على العالم، يعني في التصفيات بيصفوا وبناخد أحسن 8 على العالم بتبقى بيشاركوا في الأولمبياد. يعني انت في سيدني تحديتي طبعا الإعاقة العادية، وتحديتي حادثة السير، العربية رفعتك 15 متر ونزلتي وتعرضتي لعملية صعبة جدا، تحديتي المنافسين اللي بيتصرف عليهم واللي بتعدوا عشان اليوم ده. يعني انت تحديتي كل ده وخدتي دهب. حصلت على الميدالية الذهبية وكسرت الرقم البارالمبي 4 مرات في 4 محاولات، الله وعملت اكبر، يعني أنا ده كنت عاملة اعجاز، 80 في بطولة العالم، عملت 110 ده اعجاز، في سيدني. اعجاز. طيب خلصنا سيدني 2000، عندنا 2004، بس في الفترة دي أكيد كان في إعداد، كان في شغل. مصر بدأت بقى المسؤولين يؤمنوا بيكوا ويؤمنوا بيكي، أيوة تمام واتحاد دولي شافك، والناس كلها بدأت تتكلم عن فاطمة عمر، فاطمة عمر، فاطمة تمام عمر، بس انت محتاجة تثبتي وتأكدي ده. ال4 سنين اللي كانوا ما بين 2000 و2004 وكان جايبين مشوا ازاي؟ اللقطة بتاعتي في المحاولة اللي كسبت فيها في سيدني، كانت محطوطة على تتر الشاشة في حفلة الختام بتاعت سيدني. ما شاء الله. طبعا لأنه رقم ما اتحققش قبل كده، يعني بكل المقاييس معجزة، يعني إعجاز. طيب بدأنا، رجعنا من 2000 وبدأنا بقى رحلة العالمية. خلاص أنا بقيت بطل أولمبية، وانا قلت لك اللي بياخد ميداليه ما نعرفش نكلمه، فانت ما شبعتيش، قلتي لا انا مش كفايه عليا ميداليه واحده، انا هشتغل. عملت ايه بقى من 2000 ل 2004؟ في 2002 كانت بطولة العالم في ماليزيا ليها قصة برضه تاني. يعني طبعا كنت حاطة الشريحة والمسامير، وجيت وقعت على رجلي في المعسكر وحصل نزيف داخلي نعم. قبل البطولة بشهر يا نهار ابيض، تاني؟ تاني ليها بشهر بالظبط. احنا المفروض بقى كنت تعملي حسابك ان قبل البطوله بشهرين ثلاثه استخبى. تستخبي في حته. لا ايه ده انا على فكرة انا جه علي وقت لو كانش بيحصل لي حاجة قبل البطولة كنت بتشائم يا نهار ابيض، من كتر ما كل بطولة بيحصل لي حاجة. بس ده بيزيدك اصرار. طبعا انا حصل بالفعل، زي رجلي كان فيها زي غرغرينة، والدكتور صمم ان هو يعمل لي عملية، وانا كان فاضل لي شهر بالظبط على بطولة العالم، وانا رفضت. يمكن في الوقت ده كان مكتوب كتابي وجوزي سمع الكلام ده اه طبعا. ما انا عارف. حلف طب عليا. انت اتجوزتي سنه كام؟ 2000 انا وكام؟ اتجوزت 2003. 2003. بس كنت 2002 كنت مخطوبه. مكتوب كتابي. تمام فحلف تمام عليا بطلاق ما انا مسافره الا لما اعمل العمليه، رجلك اهم من البطوله. وعشان هو حلف فانا عملت العمليه وسافرت برافو وانا رجلي مربوطه. يا كابتن فاطمه. انت بصراحه يعني ايه كميه الاراده دي؟ وبرضه الحمد لله حصلت على الميداليه الذهبيه وكسرت الرقم العالم وعملت انت 115. كل مره عمال تكسري رقمك، انا يعني انت كل صاحبه الرقم. بطولاتي لحد 2016، 2016 كانت اول ميداليه فضيه في حياتي. ده انت يوميها انا فاكر كنت رجعتي حتى لك تصريح ان انت كنت زعلانه زي انا فاطمه. زعلانه لان انا ضربت الرقم في البطوله، ضربت الرقم، وزعلانه لان انا كان معايا اكتر من كده بكتير، انا ماشيه ب 150 كيلو بنش، ولكن هي الظروف اللي حصلت، الملابسات والتغيير والحاجات اللي حصلت هي اللي افقدتني الميداليه، لكن الميداليه كان بتاعتي. مش هننط ل 2016 دلوقتي، خلينا في 2004. 2002 كانت بطولة عالم وكانت صعبة، وتعرضنا لضغوط قوية وإصابة تانية زي اللي كررت برضو عملية تاني في 2000. من 2002 ل 2004 رايحين على الأولمبياد. هل كان في مشاركات دولية؟ هل كان في حاجة ولا أو كان في برضو عمليات؟ كان في حاجة؟ أنا بطمن بس. كان في شهد. كان في بيبي بقى، بنتك الكبيرة، صح؟ شهد، ما شاء الله، الله كان أكبر. في ان انا خلفت شهد وكان عندها بالظبط حوالي 5 شهور، وبدأوا ان هم يبعتوا لي عشان اخش المعسكر. 4 شهور ومعاكي بنت وربة بيت ومسؤولة عن أسرة وحديث الزواج وكل ده، وطبعا في إعاقة وفي
منافسات خارجيه مع ابطال لا يكل ولا يمل وعايزين يكسبوكي، ولا في حاجه يعني انت زينا يعني العقل موجود برضو كده وبتفكري زينا يا كابتن؟ طيب انا في 2004 سافرت بطوله لوحدي عشان اتاهل من غير مدرب من غير اداري من غير رئيس من غير اللقطه اي دي حد. فين يا كابتن؟ اللقطه دي كانت في بكين 2008. دي الرفعه اللي خدنا فيها الميداليه؟ الله اكبر. دي 2008 مش دي اللي انا خدت فيها الميداليه، اللي الذهب بعديها ده مدرب روسي وكان واقف باصص لي كده، كان واقف عشان كان البنت الروسيه هي اللي بتلعب ورايا. كانت هي اللي بتلعب وراك. وده كابتن نبيل طبعا وكابتن عبد الحكيم الله يرحمه، دول يعني من افضل الناس اللي مرنوني. انت كنت سقعانه في اللقطه لا دي ولا ايه؟ بس عشان عشان ما تعمليش برد. الكاميرا، لا الكاميرا بتيجي علينا زوم قوي، فبيبقى فيه طبعا رعشه كده عادي مش عند عايزه اي تباني، لاعب يعني. مش عايزه تباني، عايزه تباني بكل قوتك طبعا. طبعا لحظات كل بقى تفتكر اللحظات دي يا كابتن، يعني يعني الحمد لله ان انت دي يعني كنت داخله اضرب الرقم البارالمبي للمره الرابعه، هي ديت بس يا رب. حتى الطاره الصغننه دي اللي كان ضرب الرقم ده، كان الصغيره الصفرة دي ده كان 141 كيلو، يعني طبعا دي وده نص كيلو، نص نص من كيلو. هنا ونص من هنا بقوا كيلو، هو ده اللي ضربت بيه الرقم. ما شاء الله. طب نرجع تاني، بس انا مش عايز لقطه تفوتني. نرجع تاني احنا طبعا، نرجع تاني 2004 كانت شاهده عندها معاكي 4 شهور وطلبوكي وهي عندها امرها 4 شهور. وطلبوني على اساس ان انا هاجي من غيرها، فانا طبعا يعني انا ما كنتش يعني رافضه جدا ان انا اسيب بنتي في الوقت ده واروح معسكر واسيبها. فطلبت من الدكتور نبيل سالم ربنا يديله الصحه والعافيه ان انا اخد بنتي معايا المعسكر. قال لي هتقدري ازاي؟ قلت له انا هقدر. خدت بنتك معاكي؟ ودي كان اول بيبي يخش المركز الاولمبي، يا خبر ابيض يا جماعه. وخدتها معايا. طبعا لك ان تتخيل اني ام بتسهر ببنتها طول الليل وهي 4 شهور. حول ولا قوة إلا طبعا لو تعبت، لو جعانه، لو عندها مغص، لو اي حاجه وتعيط، كنت بطلع اقعد في الكوليدور بره لغايه حد ما تنام وبعدين اخش لان معايا ناس في الغرفه. وكنت بسيبها مع زمايلي زميلة. البنات وانزل في تمرين الولاد. خبر ابيض يا جماعه. يا جماعه انا بحس، انا حاسس اني بتفرج على حلم. يعني النهارده انت يعني معلش خلينا نتكلم بكل امانه بقى، يعني برضو الواحد اللي عنده اعاقه بيبقى محتاج ناس تساعده، يعني صح ولا غلطان؟ بيبقى محتاج مثلا حاجه هو حد. اكيد طبعا كان طبعا في ناس كتير بتساعدني طبعا، اكيد بس يعني. النهارده انت اللي بتساعدي الناس. انا معلش انا اسف، انت اللي بتساعدي بنتك، انت اللي واخده بالك من بيتك، انت اللي جايه التمرين عشان عايزه تروحي تاخدي ميداليه اولمبيه تانية. ما انت خدتي خلاص ميداليه اولمبيه، ما كفايه. ما ممكن واحد يقول لك ما كفايه، ما بقيت بطل اولمبي. فالنهارده انت بتستعدي للاولمبيات 2004. دي كانت فين 2004؟ كان في اتينا. اتينا. دي اللي خد فيها كرم جابر برضو الميداليه. بالظبط. وبتستعدي لده وانت معاكي بيبي ومعاكي في المعسكر. طب وكنت عملت كمان غيرت الوزن، يعني غيرت الوزن وطلعت للفئه اعلى، يعني في الفئه الاعلى كانت عايزه تركيز اكتر وارقام اكتر. طبعا، يعني لانه انا في سيدني كنت عامله 110، في اتينا عملت 130. طبعا لاني دخلت مع احجام اكبر وكتله عضليه فكانت اكبر. عايزه تركيز في التمرين اكتر بكتير. طلعت الوزن ده قبل الاولمبياد بقد ايه؟ انا جيت من الولاده بالوزن ده. بالوزن ده. انت بالوزن كده ده بنتكلم في حوالي سنه مثلا تقريبا، مش سنه قوي، تقريبا اقل من سنه تقريبا سنه. نقول سنه، رحتي في الوزن الاعلى. ازاي يا جماعه؟ ده هما دايما انهي حتى عقل كانوا يقول دايما ان انت يقولوا تاخدي فاطمه ميداليه؟ عمر بتيجي في شهرين بترجع مستواها تروح تجيب ميداليه وتيجي. طيب استعديت لغايه الاولمبياد، كان شهد عندها كم شهر؟ شهد كان لسه عندها تقريبا حوالي سنه الا. راحت معاك الاولمبياد؟ لا لا سبتيها طبعا مع بابا، سبتها مع اختي مع اختك. اه طيب وبعد كده رحت الاولمبياد، كنت تتخيل انت هتجيبي ميداليه وانت مغيره وزنك؟ اه يعني احنا بنبقى ماشيين عارفين معانا ارقام وعارفين الارقام اللي احنا هنروح نافسها، فبنبقى عارفين مين هي بمين؟ بالظبط. وجبتي ميداليه؟ وجبت ميداليه الله وكسرت اكبر. الرقم برضو 4 مرات. طب كنت انت البنت الوحيده اللي جابت دهب برضو في لا البطوله دي؟ في اتينا كانت في هبه سعيد جابت معاها هبه دهب. سعيد. جابت معاكي ميداليه. الله اكبر ما شاء الله. دي تاني ميداليه اولمبيه. دي تاني ميداليه. نظره العالم ليكي كان ايه وانت تاني مره تقفي على الستيج في الميداليات من هنا دوره الكره تعرفت الاولمبيه؟ بقى مين فاطمه عمر، وان هي يعني لعيبه قويه جدا. يمكن فريق السين بمدربه كان يجوا ينحلوا لي احتراما كده طبعا ويقعدوا طبعا. يعرفهم عليا، ما كانوش بيقولوا فاطمه بقى، كانوا يقول لهم عمر، كانوا يعني مسميني عمر. لان يمكن عمر اسهل شويه يعني في النطق. فطبعا انا كنت ببقى مبسوطه جدا ان انا يعني مثلت بلدي وعملت لها يعني شو حسيت ان انت حققت حلمك اللي من البدايه،
اه طبعا كنت بدأتيه اه عشان طبعا تعرفي العالم كله يعني مين انا هي؟ قبل ما العب رياضه كنت بمشي اتكسف من اعاقتي، كنت بمشي مش عايزه حد يشوفني، مش عايزه اتعامل مع حد، عامله زي اللي يكون عندي توحد يعني، سوري يا لاصحاب خبر ابيض. التوحد طبعا على راسي، طبعا ولكن ما عشت كنتش زي عايزه صح. اعرف حد خالص. وبعد الرياضه لا، ده انا ماشيه وكل فخر بنفسي طبعا واعتزاز طبعا والحمد اتكرمت من لله كل يعني، مكان. الحمد طيب لله. يعني انا لو انا يعني انا هيثم خدت ميداليتين اولمبيتين، انا هو قدامك قاعد قدامك، هقول كده اتعشت انت يا عم بطل زي العالم في حب الناس. لا هقول انا اتعشت وكده زي الفل، انا خلاص بقى عندي بيبي وخلاص بقى اشوف بيتي واشوف عيالي واركز معاهم وخلاص كده حلو قوي. ايه اللي خلاكي بعد ما رجعتي من اثينا تقولي لا انا عايز اجيب مدينه ثالثه؟ انا بحب النجاح، بحب النجاح جدا، وطبعا يعني ورا كل نجاح بيبقى في حد دافع للنجاح يعني. بجد جوزي كان دايما بيدفعني ان انا اواصل مسيرتي في الرياضه وفي النجاح بتاعي، وكل بطوله كنت بنجح فيها كان يقول لي انا حاسه انا اللي بنجح مش انتي، ما شاء الله. يعني حتى لو قلت انا خلاص مش قادره اكمل ولا بتاع بيفضل يديني بوش عشان اكمل يعني يعني. نقدر نقول ونعكس المثل اللي بيقول وراء كل عظيم امرأة، نعكسه ونقول وراء كل عظيمة رجل. أعظم منها. لا والله العظيم، تروح. والله العظيم انت جميلة وحياة ربنا. طب يعني يا ما شاء الله، الله أكبر، يا بخته يا بخته بيكي بجد والله. لا والله يعني ده يا بختي أنا بيه، لأن هو فعلا بجد هو يعني سبب من أسباب نجاحي بعد ربنا. يا جمال حاجة، بصي أنا مش عايز أقول لك. طيب إحنا أنا هقول برضو وراء كل امرأة عظيمة رجل عظيم برضو وقف وراها وساندها، والمثل صحيح وأبليكابل وبيتطبق أهو قدامنا. والحقيقة يعني نجاح كبير جدا إن هو ليه هو كشخصيا. خلينا بس نقول اسمه. طيب يعني أنا يعني إحنا قلنا جوز، يعني جوز حضرتك، طب عايزين نقول اسمه. كابتن عبد النبي محمود هو كابتن عبد النبي محمود لاعب بارالمبي سابق، ما شاء الله. ولكن هو فضل شغله على الرياضة، وبعدين بقى هو بيستعد دلوقتي خلاص ان هو هياخد مني بقى انا الراية، هو بيتمرن دلوقتي دلوقتي طب وبينزل احنا بطولات عايزين نقول هنا جمهورية. تحية كبيرة جدا للكابتن عبد النبي محمود زوج طبعا البطلة الكبيرة فاطمة عمر. كابتن فاطمة عمر بنحييك من هنا، نقول لك ألف شكر أنت وقفت جنب البطلة الكبيرة بتاعتنا، وأنت راجل عظيم عشان وقفت جنب مراتك، وقفت وراها، وقفت جنب أسرتك، وإن أنت وصلت لنا البطلة توصل لست ميداليات أولمبية. ألف مليون شكر كابتن عبد النبي، وإن شاء الله تجيب ميدالية، وإن شاء الله يجي معانا حلقة. ان بص شاء بقى الله أنا ده بقول لك أهو هو يعني هو طبعا يحقق ايا كان، مش انا مهم لسه ميداليه. بقول للاستاذ محمد انا لو ما كنتش جيت البرنامج كنت هيطلقني. لا يا اهلاوي ما انا عارف. طيب هناخد اهو، انا باخد منك اهو انفراد اهو، ان شاء الله ربنا يكرمه ويخلص تمرينه ويخلص وهنعمل حلقه ليكم انتوا الاثنين. يعني ده يكون انت احنا نكون سعداء. لا ده شرف لينا، الله حضرتك يخليك. موجوده وكابتن عبد النبي موجود، ونشوف بقى الايه الديالوج اللي طبعا هيحصل. هو كان بيدفعني باسلوبه بقى النجاح، وطبعا كل ده بعد ربنا بدعوات والدتي بقى، ربنا يديها الصحه. ربنا يديها الصحة يا رب. لا هي كانت يا حبيبتي هي الوحيده اللي كنت بشيل همها وانا مسافره، لان هي بتبقى فعلا اعصابها يا خبر بتبوظ. أبيض، يا خبر أبيض. طيب يعني والدتك لما أنت حققت النجاح ده بعد ميداليتين، أنا هبقى بنتكلم في الفترة ما بين 2004 2008، ما بين أثينا وما بين بكين، والدتك في الفترة دي كانت إحساسها إيه بيكي؟ انا فخورة عايزه بيكي اقول لك إزاي؟ بقى والدي مش قولي لي، والدتي، أنا عايز أعرف التفاصيل دي. والدي هو اساس نجاحي، هو والدي هو اللي شجعني على الرياضه. ايوه كده، انت كده صلحتي البنت حبيبه باباها. انا الله كنت شايف الله الدنيا ماشيه في يرحمه طريق، انا يعني، سبتك براحتك. بابايا الله يرحمه هو اللي شجعني على الرياضه، وهو اللي دايما كان يفتخر بيا ويقول انا عندي بنتي بطله، وبيحسسني وياخدك معاه في بالفخر، كل حته ويحسسني بالفخر كده يعني. ممكن ما شاء الاقيه الله. ماشي تحت البلكونه وجايب ناس ويقول لهم بنتي بنتي، دي. الله اكبر الله. كنت فكنت لما برجع بميداليه يعني اكتر حد كنت بشوف في عينيه الفرحه كان بابايا. بابا عايزه اقول لك كمان بقى ان اولمبياد بكين هي اللي جايه عليها الدور 2008، والدي مات قبل البطوله ب 8 شهور. لا يرحمه لا يرحمه. يعني دي يبدو ان كانت الله بالنسبه لي سبحانه كارثه. وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني يعلم جيدا ان انت تقدر تتحملي. دي بالنسبه لي بجد كانت كارثه كانت خبطه جامده يمكن. جامده جدا. انا اخدت 3 ايام بس حزن على والدي، وما ادونيش فرصه اكمل يعني 3 ايام، ونزلت من المعسكر. انا كنت في المعسكر وجالي خبر وفاته، ونزلت 3 ايام ورجعت المعسكر تاني. وتوفى كده بالتقريب يناير 2008 صح؟
يناير 2008. بالظبط، 13 يرحمه يناير ويحسن اليه، 2008. ربنا يرحمه ويحسن اليه. بس بتهيألي دي كانت اصعب من الحادثه اللي حصلت اصعب لك في 2000، بكتير، اصعب بكتير. واصعب من الحادثه وفعلا اللي حصلت. انا كنت ماشيه، كنت في كامل فورمتي، بعد ال3 ايام رجعت لقيت نفسي ان انا حاسه ان انا خاويه، فاضيه الاب خالص، الاب الاب فاضيه خالص. حاولت الم نفسي عشان هو كان نفسه في الميداليه. يعني انت لعبتي 2008 عشانه؟ لان هو كان نفسه في الميداليه. انا كنت اول حد يكون كان بيتخانق مع الامن بتاع المطار عشان هو يبقى اول حد بيستقبلني. الله يرحمه ويحسن اليه. حتى انا لما خرجت وما لقيتهوش موجود فبكيت، لان في صور في مطار في بكين هتلاقيني كنت ببكي، ببكي جامد يعني. الله يرحمه ويحسن اليه. طيب معلش يا جماعه، استاذنكم اطلع لفاصل بس ونرجع بعد الفاصل. خد انا عامله حسابي. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع الاسطوره الكبيره، اعظم رياضيه الحقيقه، وكمان بعد الحلقه دي مش هقدر اقول بس اعظم رياضيه، لا دي اعظم مرأة من وجهة نظري، مرأة مصرية في العقد اللي احنا عايشينه، الفترة اللي احنا عشناها، ناجحة كأم وناجحة كرياضية، رياضية حطت مصر في حتة تانية، 6 ميداليات برالمبية، ما حققش هذا أي، يعني أنا أقدر أجزم إن ما فيش مخلوق على الكرة الأرضية قدر يعمل اللي هي عملته، 6 ميداليات، وكانت تستطيع إنها تحقق الـ7، ولكن فضلت إنها تخرج من الباب الكبير. كابتن ارجع تاني لبكين 2008 وهذه الميداليه اللي كان ليها ظروف خاصه، يعني خلاص احنا تجاوزناها ورجعت بميداليه ثالثه، كفايه خلاص يا كابتن، عايزه ايه تاني؟ لا ايه ايه لا اللي انت ايه لا بقى كان تاني؟ انا ايه كان اللي في عندي دماغك تاني من 2008 ل 2012؟ كان عندي تارجت كده ان انا يعني اعمل عدد من الميداليات محدش يقدر يعمله، عشان ابقى خلاص اشبعت رغبتي. فانا قلت لكم خلاص بقى ما فيش حاجة اسمها ذوي احتياجات خاصة. صحيح يعني أنا عملت كمان اللي الأسوياء ما حد يقدرش يعمله. فعلا ما فعلا تبصيليش بقى بالنظرة دي فعلا تاني. خلاص، بالعكس ده انتوا بتبصوا لي في، يعني انا اسف، وده اللي هيحصل وده اللي بيحصل، ببص لك بفخر. طيب 2012، 2012 ملابسات الدوره الاولمبيه كان دي في بقى في 2010 ايوه بقى، اديني بقى ماشي الحاجات اللي هي ايه بحاجات البسيطه. حاجة حلوة بقى كده البسيطه يعني، كده كله حوادث ماشي. وحاجات. في 2010 يعني جات لي دعوة من اليابان ان انا اروح اديهم محاضرة في كيفية الحفاظ على النجاح. نعم. طب انت رايحة اليابانيين في اليابان تقول لهم ده بيسموه كوكب اليابان، ما بيسموش بالظبط دولة اليابان، بالظبط، كنت اول مرة اروح اليابان. عشان تدرس لهم كيفية الحفاظ على النجاح. بالظبط، هما شافوا ان انا الحمد لله يعني لاعبة ما اخفقتش في ولا مباراة شاركت فيها، هي عندها حاجة مختلفة واحنا لازم نعرف هي عندها ايه، ايه السر في كده. طب ايه السر في كده؟ السر عند ربنا والله. نعم بالله، ولكن ايه الاسباب؟ ايه الاسباب من وجهة نظرك؟ طيب انا واحد ياباني قاعد هسحب عيني كده شويه وهقعد معاكي وانا عايز اسمع منك، اديني كلمتين كده سر النجاح. بحب النجاح، بعمل بحب كل النجاح. حاجة توصلني عشان أنجح، بضحي بكل حاجة وكل متع الحياة حواليا عشان أوصل للنجاح. كان طول عمري ما بلعب رياضة أو بروح بطولة، أول حاجة بفكر فيها إزاي أحصل على الميدالية. ازاي يحصل على الميداليه؟ تاني حاجة بفكر فيها إزاي أضرب الرقم عشان أبقى مميزة. مش اللي هو عايز انجح بالحروق ده، انا لا عايز لا انجح بتفوق. أقف تحت علم بلدي وهو أعلى علم موجود. بعد كده بقى بفكر في التكريمات والماديات والحاجات دي. انت عشان اصلا كده الناجح دايما ما بيحطش الماديات قبل النجاح. اذا فاطمه عمر يا جماعه اديتنا برشامه النجاح، انا خدتها خلاص. عايز تنجح حب النجاح، كلمه حلوه، كلمه يعني لو جبنا فلاسفه يفسروها لا دي تترجم لك ليه في عندك اراده، لان انت عايز تنجح، حابب تنجح، ليه يكون عندك ان انت تتعلم من اخطائك، ازاي تطور نفسك، كل ده يجي تحت حاجه واحده، حب النجاح. قلت لهم كده في اليابان؟ ايوه، انا خدوني في اليابان يعني، حجزوا لي في افخم اوتيلات هناك وقعدت 6 ايام هناك في اليابان. كنت انا ورئيس اللجنه حاليا دكتور حسام الدين مصطفى، هو كان رايح مصنف وانا كنت رايحه زي ما قلت لحضرتك يعرفوا مني سر الخلطه زي ما بتقول. في اليابان وحجزوا لي جيم اشكرك. كبير جدا وجابوا الفريق الاول الياباني وقعدوهم كلهم وعاشوا معايا يوم من اول ما صحيت لحد ما جيت انام. يعني عيشي معانا بطبيعتك.
ورينا يومك. بيسجلوا وراكي بتعمل ايه؟ انا عندي صور وهم قاعدين بيسجلوا، ويعني ورينا يومك الطبيعي. يعني كانوا مبهورين جدا جدا ان يعني لعيبه وبتعمل ارقام زي كده. لا النهارده ده كان سنه كام؟ كان سنه 2010. 2010 وانت واخده 3 ميداليات اولمبيه. 2000 2004 2008. طب دلوقتي المفروض يعملوا ايه بقى؟ يعني دلوقتي المفروض يعملوا لك تمثال في اليابان. اتمنى يعني انا بتكلم يعني واخده بالك، اتمنى ابقى كابتن محمد رشوان تاني هناك. لا بقول لك كده، كابتن محمد رشوان هناك هو محافظ اليابان. يعني هو زي ما تقولي هو المحافظ الكوكب ده كله. ده حقيقي بالفعل يعني. بس احنا اولى ان احنا نعمل لك التمثال ده. يا بلدك دوست على الضغط يا كابتن هيثم. لا 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 ان شاء الله. يعني انا يعني اكيد نفسي وامنيه حياتي ان انا اشوف ليكي مثلا تمثال في مصر، لانه انت تستحقي. انا بتمنى اسم على اي منشاه. هيحصل، انا متاكد ان مصر هتكرمك بالشكل. ما انا ما بصي مصر ما بتنسى الولاد ابدا صدقيني. انا واحد مثلت منتخب مصر، وصدقيني انا متاكد ان انت ستكرمي يا كابتن فاطمه بالشكل الذي يليق بمصر الاول ثم بيك. ثقه في الله سبحانه وتعالى، ثقه ببلدي. وثقه ان انت عملتي لمصر اللي ما عملوش حد. ثقه في مصر وثقه فيكي وثقه في الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء ان انت تستحقي، ولكل مجتهد نصيب. هتكرمي وسيخلد اسمك، واحنا اولى بيكي في مصر من ده كله. طيب خلصنا 2000 ودخلنا 2012 بقى، 2004 2008 و2000 دي ثلاث بطولات. دخلنا 2012 ما حسيتيش لمره كده قلت لا ده الثالثه ثابته خلاص وشكلي مش هاخد الرابعه؟ انا كل مره بقول كده اصلا. انا كل مره بقول خلاص كفايه كده وهنزل اعتذر ومش هكمل تاني، انا تعبت وارجع. لا في عشق، في حب نجاح، في عشق ما بتشبعيش من نجاح. كان كابتن ابراهيم المزين كان بيقول الحديد يبكي على فراق الاسطوره. طبعا 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 ده حقيقه. فانا انا كان من بيني وبين البار ده، بس انا مش هقول فراق. انا اسف انا ما بقولش انا ما انت معانا وسطنا وبيننا وهنستفاد منك انا بتعلم منك وانا قاعد دلوقتي اتعلم منك. فالنهارده لا 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 لا، البار ده كانت مرحله، وان شاء الله اللي جاي هتخدمي فيه مصر اكتر يا رب. انا اتمنى يعني باي شكل من الاشكال اخدم مصر. انا تحت تراب مصر. وتقدري تعملي ان شاء الله زي ما عملتي فاطمه عمر، من نفسك تقدري تعملي 5 6 لمصر فاطمه عمر. ولو ما كانش كده وما كانش نيتك كده وما كانش انت من جواكي كده، ما كانش ربنا كرمك اكيد. فانا متاكد ان انت هيبقى لك دور الفتره اللي جايه يا كابتن ان شاء الله. وخلينا فاكرين، خلينا فاكرين الكلام ده باذن الله هيبقى لك دور كبير ان شاء الله. طيب باذن الله 2012 كان شهد كبرت، كان ليها كان في ليها اخت كمان صح؟ مع 2012 كانت نفس الموضوع بتاع شهد اتكرر مع ليلى. ليلى البيبي الثاني. وكان قبل الاولمبياد بقد ايه؟ بسنه. سنه واحده. هي القوى العقليه سليمه طبعا. يعني الدنيا سليمه الحمد لله. انا كنت باخد سنه يعني بلعب بطوله العالم، بلعب الاولمبياد واخد بعد بطوله العالم سنه راحه، وباجي قبل الاولمبياد بسنه. طيب ورحتي برضو المركز الاولمبي وكانت ليلى معاكي؟ رحت ليها وقعدت نفس القعده بتاعت شهد وسافرت برضو. بس شهد لسه حبيبتي صغيره برضو، ما شهد ما بقتش انسه كبيره لسه. شهد كانت 8 سنين بين ليلى وشهد. 8 سنين. 8 سنين بس برضو محتاجه. بس دخلت المدرسه بقى. محتاجه. وطبعا كابتن عبد النبي كان انا على فكره من اول ما شهد دخلت المدرسه انا بقيت اعمل معسكر مفتوح، ما بعسكرش. ما باخدش مغلق خالص خالص، بتمرن وبروح على البيت عشان اشوف الولاد واحتياجاتهم ودروسهم وكده. ما كنت بفضل ان انا بروح، وده كان بيبقى عبء عليا كبير ان طبعاً. انا اتمرن واروح. بس كنت يعني اللي بيعوضني ان انا بكون نايمه معاهم في البيت وعارفه كل حاجه عنهم. يعني انا يعني دخلت أنا قبل الاولمبياد بشهر واحد بس المعسكر. كنت بتمرن مع كابتن في مثل بيقول لك اشيل جبال ولا اشيلش عيال، شويه عيال. والله ده مثل شعبي. ده انت شايله حمل ولادك والاسره ومذاكرتهم وغيره وغيره، وشايله حمل ان انت عايزه بطل اولمبيه، عايزه تجيب ميداليه لمصر، تمرينك، الصعوبات اللي بتقابلك في اليوم بقى العاديه الطبيعيه بقى، الصعوبات الطبيعيه اللي هي بتقابل اي بني ادم عنده اعاقه دي عادي. وشربه بقى طب بالظبط. كنت بتمرن مع كابتن عبد المنعم صلاح في المصريه للاتصالات. انا بتبع نادي المصريه للاتصالات. ورحت قبل الاولمبياد بشهر واحد عملت اختبارات ودخلت الشهر ده المعسكر. حلو. طيب دخلنا البطوله كان في منافسه اشرس شويه. اشرس بكتير. 12 بكتير. اه يمكن كان الماتش ده من احلى الماتشات اللي انا لعبتها في حياتي.
كانت فين 12؟ كانت في لندن. فين؟ في لندن. في لندن 2012 صحيح. كان تونس برضو شاركوا وكان باسكت انا فاكر. كان في لندن وكان معايا لاعبه نيجيريه لوسي ايجيكي كانت اقوى منافسيني، وكان معايا الصينيه برضو كانت قويه، وكان يمكن مستواي كان مقارب جدا للوسي، بس الحمد لله توفيق ربنا كان معايا كبير جدا. غلبتها من المحاوله الثالثه وكسرت الرقم البارالمبي في المحاوله الرابعه، عملت 143 كيلو. ويمكن انا عملت المحاوله الثالثه كانت 142 وكسبت الذهب وخلاص، ونزلت حييت الجمهور وقعدت يعني اهيص مع الجمهور فرحه، ولكن لجنه التحكيم طلبت ان انا العب محاوله رابعه. ليه بقى؟ ده يعني حاجه شو كده للبطوله. يعني شو؟ شو انما انت خدت الميداليه. انا خدت الميداليه. عايزين يستمتعوا بلعبك. عايزين يستمتعوا. طيب عايزين نكمل. كمل يعني. عايزين نشوفك تاني بترفعي. والمدرب كابتن ماهر عزت جابني من وسط الجمهور. تعالي تعالي. ويلا هتلعب محاوله ثالثه. قلت له انا فصلت. ما خلاص الانسان بيفصل. بيفصل خلاص تركيزك وبتاع وفرحتك خرجت. فصل. كل اللي موجودين اجمعوا على ان انا مش هطلع المحاوله دي. طب. ان انا خلاص حصل عندي تشبع. حصل عندي فرحة خلاص. فكيتي بقى خلاص. فكيتي. فكيت خلاص. فكيتي كرياضي فك. سبحانك يا ربي. انا خدني ودخلت على الستيج وطلعت ودخلت تحت البار وشلت 143، زودت كيلو كمان عشان لازم ازود وشلتها. ايه ده؟ وقعدوا القاعة عملت ايه؟ القاعة ساعتها عملت ايه بقى؟ انا مش لو انتوا عندكم الفيديو بتاع لندن، بصراحة كان افخم حاجه في حياتي حصلت لي، ان الشعب البريطاني اللي كان بيبص لنا نظره يعني المحتل. سبحان الله، انت واقف النهارده بتسقف وبترفع لي القبعه. يا نهار ابيض، وسط في لندن وتاخدي ذهب والجمهور الانجليزي كله يشجعك. كان فخر يمكن كبير. دايما اقول ان يمكن اولمبياد لندن دي من احسن البطولات اللي لعبتها. وعلم مصر وبترفع في اولمبياد كان لندن. حاجه فوق الخيال. طيب 2012 بدأنا بقى ايه يعني رابع ميدالية كفاية بقى ولا ايه؟ برضو أربعة دهب. هو كان دايما في ناس ورايا هي بتدفعني. لا لا لا، ده انت تدفعي مصر كلها. لا حقيقي والله، كل ما كنت باخد قرار ان انا مش عايزه اكمل لا تاني. لا هتكملي يعني، اي رئيس اتحاد كان يجي كان يقول لي لا انت هتكملي، ما فيش يعني حاجه. يعني انت رجعت 2012 قلت انا كده يعني بدات يعني تقولي ايه حلو قوي، لقيتي دعم من المسؤولين وعايزينك تكملي. بالظبط. كملتي. كملت. اديني بقى الصعاب اللي حصل من 12 ل 16. خطاب امي الثانيه طبعا كانت رئيسه اللجنه البارالمبيه السابقه، كانت دايما ورايا ودايما بتدفعني ودايما يعني كانت سبورت قوي ليا. في 2016 بقى، 2016 بالنسبه لي ما كانتش سنه حلوه خالص. يعني ايه يا جماعه، في ايه اللي حصل بقى؟ يعني انا لعبت بطوله العالم في 2014 والحمد لله حصلت على الذهب وكسرت الرقم. وكان قبلها كنت بفكر في خلفه تاني واخدت علاج وكده. فطبعا لما اجي بنزل بوريهم الادويه عشان اقول لهم ان انا اخد بيهم طبعا تصريح وكده. فالعلاج اللي فخ انا المنشطات. بس انت لو قلتي حتى لو في حاجه فيها دوبينج وبتقولي لهم بيعدوها. ايوه بس اكون مبلغه بيها. وانا بالفعل اديت الادويه بتاعتي، لانه الادويه الخلفه او الحمل بتبقى فيها بعض الهرمونات. بالظبط. ودي حاجه يعني فوربيدن في وسبحان الله يعني كمان انا كنت قدام من بدري جدا، يعني هي اساسا كانت زمانها طلعت من زمان يعني. بالظبط. فهو نصيبي بقى انه حصل ان الماده طلعت في التحليل. وحصل ايه بقى؟ حصل ان انا بعد بطوله العالم 2014 بعديها بشهر حصل لي وقف. يا خبر ابيض. ايقاف دولي. ايقاف دولي. كان قد ايه ساعتها؟ انا قعدت في الايقاف من غير حكم، قعدت اكتر من يعني 9 شهور 10 شهور. اوراق رايحه جايه. بس انت توقفتي. انا خلاص توقفت عن اللعب يعني. تمام. ممنوع ان انا العب. بس لسه مش محكمه يعني. دي قضيه، انت بترفعي قضيه وبتطلبي محامي؟ ما كانش في حد طبعا بيعمل الكلام ده ولا يرفع قضيه ولا الكلام ده خالص يعني. انا لما خلاص انا خلاص بقى لقيت كل الاوقات راحت عليا وحتى النقد راح عليا، كل ده الكلام ده كله. طلعت في حلقه مع كابتن ابراهيم فايق، فطبعا هو اثار الموضوع وقال ما ينفعش ان احنا نسيب بطلتنا كده تغرق والكلام ده كله. وناشد الدكتور اشرف، كان باشمهندس خالد عبد العزيز. طبعا دكتور اشرف صبحي سمع اللقاء، وتاني يوم الصبح كان مساعد الوزير ساعتها. تاني يوم الصبح بعت لي الوزاره يعني اروح للوزاره، ورحت بالفعل وجاب كل الدكاتره بتاعت المنشطات على راسه الدكتور سيد خشبه.
وجاب اعضاء اللجنه، كان اللواء صبيح الله يرحمه، وقال لهم مش هتطلعوا من هنا غير لما تجيبوا لي مخرج لفاطمه. فاطمه حتى لو كانت غلطت وخدت عن عمد، حقها علينا ان احنا نساعدها. وطبعا دكتور محمود شكر الله يرحمه، رئيس اتحاد رفع اثقال الاصحاء، قال لهم في محامي دولي هيمسك القضيه، الابيل بتاعك او تونس هو بتاعك. صديق ليا، هنرفع لها قضيه وهو هي يعني هيترافع عنها في الكاس، في المحكمه الرياضيه الدوليه. والحمد لله رفعوا القضيه، والحمد محدش لله. يقدر على مصاريف الكاس دي لوحده. كانت مصاريف عاليه جدا حقيقي، طبعا لانه اريبتريشن، والوزاره هي هو صراحه اللي الاريبتريشن ده تحملتها التحكيم، يعني. انت بتجيب محكم والناحيه الثانيه بيجيب محكم وبعد كده بيجيب مرجح، بالظبط. كل ده حضرتك اللي بتحاسبي عليه في الاول. لو كسبت القضيه مصاريفك بترجع لك من الطرف الثاني. بس لا طبعا هو انا طبعا ما كسبتش القضيه، انا يعني اكتفوا بالفتره اللي انا قعدت فيها. طب حلو، يعني القضيه كملت؟ كملت. والحمد لله يعني الوقف اتفك قبل، وقدمت الورق قدمت كل والمستندات حاجه ان انا كنت باخد الادويه دي لهدف كذا. بالظبط. تمام. والوقف لحقت اتفك، الاولمبياد. جيت قبل الاولمبياد بحوالي 8 شهور كده، بدات تتمرني. حوالي 8 شهور وبدات اتمرن. الحمد لله عملت طفره كبيره في التمرين، ما شاء عملت الله. 100 150، من 142 او 43 في البطوله اللي قبليها ل عملت 150. 150. ما شاء الله. وطبعا رحت الاولمبياد. الحدث نفسه ان انت تقعد سنه طبعا مظلوم ومقهور، خد منك، خد كل حاجه، خد مني طاقتك كتير وانت جدا بتعافر عشان تلحق، جدا. وعمال تبص في الوقت وتبص في الدنيا عايز بالظبط. الحق الاولمبياد. وكان خلاص يعني كل البطولات التاهيليه راحت عليا، وكان فاضل واحده بس هي نعم. اللي سافرتها لوحدي مع كابتن عماد بهجت، الحمد لله خدت فيها ذهب، كانت في ماليزيا برضو. وسافرت الاولمبياد على اساس ان انا رايحه اجيب الميداليه الخامسه، وحصل الحمد لله. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعلا ان هي كانت فضيه. زعلانه انها فضه؟ يعني انت في كلامك زعلانه ان فضه؟ طب انا اخد، مستعد اروح البيت واخد ميداليه خشب واكون سعيد جدا. النهارده بتتكلمي على فضه في اولمبياد. عارف لما يبقى مش مستواك وانت عندك الافضل بتزعل، ولكن انا في طوكيو ما زعلتش، ده انا كنت فرحانه جدا ان انا جبت فضه لانه كان عشان برضو كان فيزا. امكانياتي قليله. كان ساعتها الامكانيات قليله، وكانت يعني كان كورونا برضو فاكر الفتره دي. انا سافرت طوكيو وكان عندي كورونا قبلها بشهر، بقول لك جات لي مرتين في شهر واحد. يا نهار ابيض. طب ليه السبب؟ يعني هل انت كان اختلاط مثلا؟ ما هي كان ساعتها بقى مركز اولمبي بقى وكده والدنيا مفتوحه بالظبط. وبتاع، جالك مرتين قبلها بشهر؟ مرتين غير ان انا توقفت برضو قبل الاولمبياد بشهر. ليه؟ وقفت في 2020؟ ايه السبب؟ كنت في بطولة عالم في دبي، عشان كده انا اتشأمت من دبي خلاص. يعني عشان. طب ايه اللي حصل؟ حصل ان انا كان عندي اصابة في رست ايدي وحقنت الكورتيزون، يعني الدكتور حقني كورتيزون. طيب ايه الكورتيزون؟ مش ممنوع؟ كورتيزون مش ممنوع اوت كومبيتيشن، بس بيكون قبلها باسبوعين. فانا حقنته قبل البطولة بثلاث ايام. ما كنتش تعرفي؟ ما كنتش اعرف. فطبعا طلع في العينة، وقفوني وقف مؤقت لحد ما قدمتي الدكتور يتصرف، الدكتور سامح، وقدم يفيد الإصابة والكلام ده كله. رئيس اللجنة الطبية اتصرف وقدم يعني قدم جواب ان هو كان يعني بعت للاتحاد من بدري، بس هو الإجراءات اللي عطلت الجواب. فالحمد لله فكوا الوقف. طبعا شوف بس بقى، عشان تاريخك هم شوف حابينك بقى برضه. يا كمية القهر والعياط اللي انا كنت فيها بقى. عشان كده انت اي حد بيتعرض لموضوع المنشطات ده انت بتقفي جنبه جامد. انت بتحسي موضوع بيه. صعب قوي، ربنا ما يكتبه على حد حقيقي. اتنين كورونا ووقف، انا لما شنطتي ومدينا اللبس بتاع البطوله وحطها كده جنبي عند السرير، مش عارفه هقفلها هروح ولا اقفلها هسافر. طب ازاي تركزي؟ ازاي تركزي ومع ذلك جبت ميداليه؟ سبحان الله، كان كله متوقع ان فاطمه عمر مش هتجيب ميداليه في البطوله دي، وجبتي ده وجبتي فضه. وجبتي فضه. الله اكبر عليكي. طيب. عشان كده الإعلام هنا في مصر في الوقت ده عمل لي ضجة كبيرة جدا. طيب أنا أنا مش عايز اللقاء ده يخلص بجد والله العظيم. أنا يعني بتهيألي أنا بقول لصناع السينما ياخدوه يعني مثال، وياخدوا ده قصة حياتك دي تدرس وتتعمل يعني سيريس أو يعني مسلسل حلقات. ونتمنى ده هيحصل. انا بقول لك خليكي فاكراها هيحصل، يعني لينا ابطال كتير اولمبي عمل لهم حلقاتهم، يعني حياتهم حلقات وشفناها في المسلسلات. أيوة. وان شاء الله في يوم من الايام هلاقي كده ان شاء الله. انا بشكرك، ربنا يخليك، نورتيني وشرفتيني، ربنا وانا يخليك، سعيد بيكي جدا. ربنا يخليك. وكلمه اسطوره دي احنا كده بنظلمك.
لان انت اكبر من اسطوره. انا مش عارفه اقول لك يا سعيده قد ايه بكلامك. ده حقك، ده حقك ان شاء الله. وكابتن طبعا فاطمه عمر نجمتنا البارالمبيه الكبيره، صاحبه 6 ميداليات، بشكرك، نورتيني وشرفتيني. انا بس قبل ما تقفل انا حابه بس ان انا طبعا اشكر كل الشعب المصري طول الفتره تدريبي ووقوفه جنبي ودعمه ليا. احب اشكر كل الوزراء اللي انا عديت عليهم واخرهم دكتور اشرف صبحي، رؤساء الاتحادات، رؤساء اللجنه البارالمبيه باعضائها، زمايلي، كل الناس اللي بتحب فاطمه عمر، اهلي. واشكرك في الاخر واقول لك يا رب دايما اكون اسعدتكم. طبعا يعني احنا اللي بنشكرك، نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك. قبل ما اختم الحلقه دي يا جماعه، اكيد طبعا رساله صغيره دكتور اشرف صبحي، طبعا الاخ والاخ العزيز الحقيقه اللي انا شرفت ان انا اكون قريب منه فترات طويله. يعني اتمنى طبعا تكريم لنجمتنا الكبيره فاطمه عمر يليق طبعا باسمها وبتاريخها واللي قدمته لبلدها، وانا متاكد ان ده هيحصل. مش محتاج طبعا يعني نقول يعني رساله او اي حاجه، لا خالص، انا متاكد ان ده هيحصل ان شاء الله. بس احنا بنذكر، ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. بشكركم شكرا جزيلا، والى حلقه جديده مع الابطال.